نتمنى أنه ننهي كل ما لدينا من مشروعات عقارية. إحنا قريبا هنفتتح أو هنضع حجر أساس نادي رياضي واجتماعي في التجمع الخامس على 5 فدادين، هيكون على أعلى مستوى، وهيبقى في التجمع الخامس في المنطقة ما بين الياسمين وإيه؟ شرق اللوتس. منطقة النواة. أيضا إحنا بإذن الله قريبا هنضع حجر أساس أكاديمية المحاماة. وأكاديمية المحاماة إنجاز أيضا تشريعي وإنجاز مهني رفيع، لأنه ده في النهاية هيساهم في رفع أو سوف يضع المحاماة أو يضع المحاماة في مكانتها الطبيعية في المجتمع، ووضع المحامين على مستوى يليق بهم كأصحاب رسالة وأصبح أصحاب قيمة قانونية وأصحاب دور رفيع المستوى في خدمة الوطن وفي خدمة المجتمع.